السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة بخصوص موسم الإنتاج. فكلنا يعلم بأن تقريبا يعني موسم الإنتاج قد بدأ، خاصة وبعد الطيور قد بدأت في وضع البيض، يعني نذكر منها طيور القناري وكذلك طيور الباتجي، وممكن أن نذكر أيضا حتى طيور الزبرة. لماذا؟ لأنها تقريبا تضع البيض يعني طيلة السنة. في هذا الفيديو يعني والذي يعني وضعته لكم تقريبا يعني كما ترون، فهذا ذكر الريمبو، فيعني سبق لي وأن وضعت فيديو بهذا الخصوص، وقد أخبرتكم أعزائي بأنني يعني سأريكم يعني مفاجأة، وهي الأنثى قد وضعت يعني 4 بيضات، يعني ما شاء الله تبارك الله، وقد يعني فقست يعني بيضة واحدة وثلاث بيضات، يعني لا زالت يعني لم تفقس بعد. فيعني السبب في ذلك وهو أن يعني هناك اختلاف في يعني توقيت وضع البيض. فكما ترون الأنثى يعني حاولت ما أمكن أن يعني أقوم بإزاحتها قليلا كي تروا معي يعني ذلك الفرخ، وكذلك أن تروا يعني البيوض الأخرى، لكن صراحة لم أشأ في أن أزعج الأنثى وتركتها لحالها إلى حين أن أضع لكم يعني فيديو أصور لكم فيه ما يقع. وكذلك هذا الذكر ما شاء الله، يعني ذكر القناري كما ترون فهو يعني هائج، يعني وقد وضعت له يعني فيديو يعني يخص تغريده سأضعه لكم إن شاء الله في يعني القناة. وكذلك كما ترون هذه هي الأنثى التي أحاول إن شاء الله تزويجه معها، يعني و يعني أحاول أو يعني بدأت بمسألة أو ما يعرف بالتشويق أو مرحلة التشويق، فهذه المرحلة مهمة جدا. فهنا لاحظت بأن الذكر القناري بدأ يغرد بدون توقف في انتظار أن تقوم الأنثى إن شاء الله يعني بجمع يعني خيوط التعشيش وكذلك رغبتها في التزاوج، لأنني أرى إلى الآن لا ترغب في التزاوج، لذلك تركتها لحالها إلى حين أن تكون مستعدة. أما بخصوص الذكر فهو مستعد بحول الله في أن يقوم بالتزاوج، وإن شاء الله سأضع لكم فيديو آخر بحول الله.